يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انتظرنا في 30 ثانية أو دقيقة بين ما العدد يكتمل على مود نبلش نحكي. موضوع السي باب صراحة مهم هالفترة، لأنه واحد من المانجمنت مال أو الانيشال أو سبورتيف مانجمنت مال الكوفيد 19 بيشنت اللي يجي للإمرجنسي ديبارتمنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو السي باب. بس اليوم راح نحكي ان جنرال شنو هو النون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت، بس نفهمها شويه زين سالفتين عنه، وعلى مود بعدين من نحكي على الكوفيد 19 مانجمنت من نتطرق للسي باب. احنا اصلا فاهمين هو شنو السي باب وشنو الاكشن مات. اوكي، الموضوع الاوتلاين مالته حتى يكون واضح. الاوتلاين هو التالي. اولا راح نحكي شويه، كلش شويه، يعني شويه فيزيولوجي. يعني اذا اكو سبيشالست مع فيزيولوجي راح يضحك علينا، يعني نحكي في شيء كلش يعني بريميتيف، يعني نطيص ثالث متوسط مع ريسبيريشن اوف ريسبيريشن. شلون صاير النورمال فيزيولوجي مال ريسبيريشن حتى يكون الموضوع يعني بعدين وراء واضح، ما نحتاج نوضح. النقطة الثانية، what is non-invasive ventilatory management. النقطة الثالثة مالتها نقسمها CPAP والبايلفل PAP BLPAP، نقسمها او اللي يسموه شاع تسميتها الباي باب. النقطه الثالثه راح نجي على الانديكيشنز، شنو كانت الانديكيشنز مالته، شنو منو اللي يستفادون منه. والنقطه الرابعه الكونترا انديكيشنز. شنو ناوي اضيف نقطه خامسه وهي كوفيد 19 and non invasive ventilatory support. يعني كنت ناوي اربط الحكي اللي حكيناه ويا الكوفيد 19، بس انا قلت خليها على لايف واحد نحكي عن المانجمنت مال الكوفيد 19 ان جنرال، ونحكي على الرول اوف سي باب. اوكي، او النون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت. اهلا دكتور فراس، مساء الخير، صباح الخير. اوكي، اذا هذا الاوتلاين، هاي الخارطه. يعني النقطة الخامسة أنا عايفها لللايف اللي المفروض نحكي بيه على الكوفيد 19، بس مو مشكلة هم حكي. أوكي، مشكلة إذا ضل وقت وهذا نحكي شوي على الكوفيد 19 and non-invasive ventilatory support. أوكي زين، فراح يكون هذا الأوتلاين مالتنا physiology of respiration، شلون صاير respiration. أوكي، قلنا هذا simple physiology، يعني إذا أكو special physiology دا يسمعنا ترى يعني إحنا ماذا ندخل بأي تفاصيل، فشي كلش primitive، يعني بسيط على قدي، يعني فيزيولوجي على قدي. What is non-invasive ventilatory management؟ شنو هو non-invasive ventilatory management؟ Okay. Indications, contraindications, where COVID-19 and non-invasive ventilatory management. Oh. Okay. Non-invasive ventilatory support. ماشي. إذن أول نقطة قلنا الphysiology of respiration. Respiration in normal or spontaneous respiration is what is called a negative pressure process. يعني شنو negative pressure process؟ يعني when you want to breathe، زين؟ من البودي ماتك want to breathe، عندك هذا chest خلنا نرسمه بشكل مربع، okay؟ وهاي lung inside your chest، تمام؟ When you want to breathe، راح يصير التالي. Your chest، إن شاء الله. النقطة رقم خمسة، أوكي. نحكي فد يعني small notes، يعني أو short notes about النقطة رقم خمسة، و يعني نحاول نغطي جزء منها، يعني أوكي. ال respiration يبلش لما يصير عندي، لما الواحد يريد يدخل breathe in، زين، يدخل هواء inside، يبدي inspiration، يصير عملية negative pressure. شنو هاي؟ شلون يصير النيجاتيف بريشر؟ النيجاتيف بريشر يصير نتيجة
increase بال volume of the chest. Chest cavity لا ما فاتك شيء فقط بعدنا تونا بلشنا. اوكي؟ تونا بلشنا بدنا نحكي بس مجرد physiology of normal respiration. اوكي؟ زين. طريقة خلي المريض يتحول من CPAP للأكسجين بعد ما يحتاجه. اوكي وجربت نجاح تواصل ان شاء الله. عاشتيدك عاشتيدك دكتور ضرغام ان شاء الله راح نسمع منك. عاشتيدك. احنا بس اليوم بدنا نحكي بس على CPAP شنو هو CPAP حتى بس تكون عندنا فكرة لانه احنا مو بس بالكوفيد 19 يعني هو CPAP هو واحدة من من المانجمنت ستراتيجيز للإمرجنسي بيشنتس. فبالنورمال ريسبيريشن يصير انكريز بالفوليوم اوف ذا chest cavity نتيجة الارتفاع بالريب كيج يعني يصير عندك contraction of the inter muscles اللي موجودة بين الريبز زين وتسوي لك يصير ارتفاع بالريب كيج والدايفراغم ينزل فيصير عندي increase بالفوليوم of the chest. هذا يصير لك يسوي لك negative pressure. This negative pressure will force يصير عندك negative pressure inside فwill force air to enter inside the chest cavity. فيسموه negative pressure ventilation, negative pressure process. Okay. بعدين وراها يرجع ورا ما يمتلي chest بالinspiration, بالexpiration يرجع ال recoil of the lung will chest wall يرجع المكانة والdiaphragm يرجع يصعد. Okay. فيرجع ال cavity الحجمها الأول. يصير عندك positive pressure نتيجة الضغط اللي صار نتيجة recoil of the lung with chest wall يدفع الهواء from in up to out. يدفع الهواء بالعكس from in to out ويصير عندي expiration. يتستمر هاي العملية مال انه air gets out of the body أو chest إلى أن يتعادل the pressure between the inside and outside. يعني difference يصير صفر بين ال inside وال outside. Okay. يوقف ال expiration. This is the normal inspiration. Okay. يزيد ال volume يصير negative pressure يشفط هواء. ثم يرجع ال volume الوضع يدفع الهواء to outside. تستمر عملية ال expiration إلى أن يتعادل ال pressure inside to the outside. والنوبة وراها تبدي cycle جديدة مع inspiration. هذا ال normal physiology of respiration هو negative pressure process. قلنا كلش primitive واعتقد كلنا نعرفها يعني يمكن من العلوم مال الصف الثالث متوسط يعني. زين هسه ورا ما حكينا على ال physiology او normal physiology of the breathing نجي نحكي على الموضوع what is non-invasive ventilatory support. طبعا موضوع الميكانيكال ventilation للي يسمعني من مقيمي ال emergency او مقيمي التخدير موضوع شوية من المواضيع اللي بيها يعني نوعا من التعقيد. موضوع الميكانيكال فنتيليشن أنا ما راح أحكي على completely على الميكانيكال فنتيليشن. أنا راح أجتزئ من هذا الموضوع اللي شوية بتعقيد ال non-invasive ventilatory support. زين non-invasive ventilatory support اللي هو شنو الفرق invasive عن non-invasive. الinvasive يدخل in the tracheal tube inside. non-invasive mask وتحطه على خشم وحلق البيشنت. اوكي على الفيس مال البيشنت. الinvasive يعني in the tracheal tube. اوكي invasive يعني in the tracheal tube وتشكل على mechanical ventilator. non-invasive يعني face mask. face mask as simple as that. non-invasive ventilatory support عندنا نوعين. عندنا فتشي اسمه CPAP وعندنا شيء اسمه BLPAP أو ما يشاع ويستخدم البايباب. يستخدم اسم البايباب although البايباب هو اسم لموديل مال BLPAP يعني هذا الجهاز أكو واحد من المودلز مالت شركة معينة سميته بايباب فالتسمية شاعت انه بايباب whatever مو هذا ممكن يشونه. CPAP هو مختصر Continuous Positive Airway Pressure. Continuous Positive airway pressure. ال BLPAP هو by level positive airway pressure. BLPAP هو by level positive airway pressure. وال BIPAP هو اسم لمنتج واحد من اللي يستخدم نظام ال BLPAP اسمه BIPAP يعني هو اسم
لي هو اسم تجاري لمنتج زين يستخدم نظام البي ال باب، بس شاع استخدام النظام على اسم الباي باب. المهم شنو النون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت؟ شنو الموضوع؟ الميكانيكال فنتيليشن، الميكانيكال فنتيليشن تنطي للبيشنت زين بريذنج باي ذا ماشين، زين تساعده للبيشنت تنطي بريذنج زين او سبورت هيز بريذنج بحيث تنفخ الشست، يعني اكو عمليه نفخ للشست زين، نفخ لللونج بوزيتيف بريشر. النون انفيزيف هو سبورت وليس نفخ، بمعنى نفخ يعني انت ما قاعد تنفخ اللونج، انت just you are supporting the function of the lung itself. يعني the patient is completely spontaneously breathing. خوش patient is completely spontaneously breathing depending on his effort. You are just supporting the spontaneous effort of this patient. انت هنا بالnon-invasive ما قاعد تنفخ اللنك بكل بساطة، لانه بالnon-invasive ventilation اذا تنفخ ما راح تنفخ بس اللنك، راح تنفخ الاستومك وياها. فما يرهم انه تنطي complete ventilatory support، complete ventilatory support وتنطي breathing يعني تنفخ اللنك بnon-invasive. لازم invasive على مود الهواء يروح dedicated to the lung، على مود لا ينفخ الستومك والانتستين وممكن يسوي لي اسبيريشن. اوكي فالنون انفيزيف فنتيليتوري سبورت ات از زين اذا صح التعبير ات از ا سبورت راذر ذان يو ار تنفخ اللنج وتنطي كومبليت فنتيليشن. واضح؟ اذا ات از جاست ا سبورت تو ذا نورمال فانكشن او سبونتينيوس فانكشن اوف ذا لنج. شلون تشتغل حتى نفهم شلون تشتغل السي باب والبي ال باب اللي هي نوعين زين، هذا continuous pressure يعني على طول الوقت same pressure ثابت، continuous pressure ثابت. هذا bi-level pop B2 pressure during inspiration اكو sensor يحس الانسبيريشن، during inspiration ينطي pressure يسموه I-pop inspiratory positive airway pressure، و during expiration ينطي another pressure أقل اسمه E-pop expiratory positive airway pressure. يعني swinging البريشر يصعد during inspiration ينطي pressure أكثر وينطي pressure أقل شوية during expiration، يعني both بالinspiration والexpiration ينطي pressure بس different، هنا البريشر واحد بالCPAP. This is the difference between the two. خل نفهم الميكانيزم مال الaction مال ال non-invasive ventilatory support. تنفهم الميكانيزم مال الاكشن راح نحكي الانديكيشنز، حتى اجي احكي لكم الميكانيزم زين تكون بشكل واضح للانديكيشنز اللي اصلا اوريدي تستخدم فيها. السي باب او البي ال باب او الباي باب وات ايفر اللي هو نون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت هو استخدم اساسا لتو ميجر انديكيشن. شنو هالتو ميجر انديكيشن؟ اكيوت كارديوجينيك بيولموناري اديما هذا واحد، واثنين COPD exacerbation بالemergency department. Then need two major indications. ثلاثة استخدموه أيضا بالأسمة واستخدموه أيضا بالنمونيا. تمام؟ ال non-invasive ventilatory support للسهولة راح استخدم بس CPAP، مصطلح CPAP انت افهم كله دا اقصد بال non-invasive كله بكل أنواعه، لأنه ماكو فرق يعني بالدراسات لحد الآن يعني كتبنا التكست بوكس مالتنا ماكو فرق من السي باب عن الباي باب. عاد اقول باي باب للسهوله على مود تفهموها نفس البي ال باب. اوكي سي باب عن الباي although حديثا يفضلون استخدام الباي باب اكثر من السي باب، بس بصوره عامه they are يعني same outcome. الميجر تو انديكيشن اكيوت كارديوجينيك بيرمونري اديما سي او بي دي، واستخدموه ايضا بالاسما والنمونيا لكن تو اليس اكستنت زين، والاوتكم مو مثل هنا. هاي التو ميجر انديكيشن. شي يسوي عندك النون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت بالنسبه لللنج؟ اول شي ديورينج انسبيريشن، حتى نفهم الفانكشن الاول ديورينج انسبيريشن شي يصير عندي بلاحظ بالسي او بي دي او الاوبستراكتيف لنج ديزيز يصير عندي سم سورت اوف اوبستراكشن. اوبستراكشن شي يسوي هذا اوبستراكشن يخلي اكو اير يبقى انسايد ذا لنج اكسترا اير ما يطلع، يعني اكو عندك
هواء موجود inside the lung محبوس ما يطلع. هذا شي يسوي؟ تذكرون chest مالتنا هذا المربع اللي رسمناه وهاي اللنج مالتنا، تمام؟ احنا قلنا لما تبدي الانسبيريشن نيجاتيف بريشر يدخل هواء يشفط هواء الانسان، ثم بعدين يصير عندك ريكويل اوف ذا تشست وول، يطلع عندك يرجع عندك اكسبيريشن، تمام؟ الاكسبيريشن يتوقف لما الفرق بين الانسايد والاوتسايد يصير تقريبا صفر. بالاوبستراكتيف لانج ديزيز ما يصير الفرق صفر، يبقى عندك البريشر انسايد بسبب الاير ترابينج يسموها اير ترابت انسايد ذا لانج، يبقى عندك البريشر انسايد. اكو فرق بين التو بريشر، البريشر انسايد اكثر من البريشر اوتسايد، وهذا الهواء محبوس ما يطلع. السبب ما يطلع انه هو محبوس. خلينا نفترض انه هذا البوزيتيف بريشر اللي موجود، خلينا نفترض انسايد ذا لانج هو زائد 5 سنتيمتر ووتر H2O. نورمالي احنا قلنا نيجاتيف بريشر يسحب هواء، ثم يصير بوزيتيف بريشر يطلع الهواء، الى ان تتعادل الجهتين بالبريشر فيصير الفرق بيناتهم زيرو، ثم يبدي البيشنت بانسبيريشن بنيجاتيف بريشر. اول ما يسوي نيجاتيف بريشر يبدي يشفط هواء. لكن هذا المسكين اللي عنده اوبستراكتيف save life ان شاء الله، هذا المسكين اللي عنده obstructive airway disease شي صار عنده؟ شنو المشكلة؟ المشكلة انه البريشر inside the lung positive، فشي صار عندك؟ من يبدي الانسبيريشن يبدي عاد شي يسوي؟ يوسع الشست مات حتى يبدي inspiration، زين؟ فيبدي negative pressure، زين؟ يعني يبدي الشست يحاول يسوي negative pressure، زين؟ فنفرض يبدي يعني يبدي ناقص 1 سنتيمتر ووتر، زين؟ هاي الناقص 1 سنتيمتر ووتر اللي سواها تشست حتى يدخل هواء، اوكي؟ ويا هاي الزائد 5 سنتيمتر اللي هي موجوده اوريدي انسايد، اصلا اكو بريشر، اكو بوزيتيف بريشر انسايد ذا لانج، راح يصير البريشر انسايد ذا لانج 4 زائد 4 سنتيمتر ووتر. هاي ال 4 سنتيمتر ووتر بوزيتيف بريشر بعد انسايد ذا تشست البريشر اكثر من اوتسايد، فما يدخل الهواء، يزيد النيجاتيفيتي، يبعد يكمل انه الانكريز بالتشست كافيتي، يصير 2 3 4 5 يلا يتعادل الهواء اللي يعني اكو عندي بوزيتيف بريشر، انا لازم اوصل التشست كافيتي مالتي اوسعها بحيث انه تسوي نيجاتيف بريشر ناقص 5، يلا فوقها عود فوقها الاي 40 اللي فوق هاي النقطه، يلا يبدي هواء يدخل لللانك. وياي راح اعيدها مره ثانيه. نورمالي احنا هذا تشست كافيتي، هاي اللانك، تمام؟ هاي اللانك. نورمالي احنا بالانسبيريشن نسوي نيجاتيف بريشر، نوسع التشست فيدخل هواء، ثم يرجع ريكويل تشست وول ببساطه، يطلع الهواء اوت، يستمر عمليه الاكسبيريشن الى ان البريشر انسايد يتعادل ويا البريشر اوتسايد، ويصير عندي الفرق نيجاتيف، سوري الفرق صفر. البيشنت اللي عنده اوبستراكتيف لانج ديزيز شو يصير عنده؟ اكو عنده بوزيتيف بريشر انسايد ذا لانج لانه عنده اير ترابينج، عنده هواء محبوس ما يطلع، فيبقى ينتهي الاكسبيريشن وبعد البريشر انسايد ذا تشست وول يكون بوزيتيف. خوش حكي؟ يكون بوزيتيف. ولهذا من يريد يبدي انسبيريشن، من يريد يبدي انسبيريشن، اتمنى جتي الوطنيه يعني، واذا ما جتي سنالك لايت، فكيب اون نجيب الموبايل. زين ان شاء الله هذا الضوء زين الى ان الله يفرجها وترجع الكهرباء. خليك زين. هذا البيشنت يصير عنده البريشر انسايد ذا لانج بوزيتيف. من يصير بوزيتيف بريشر انسايد ذا لانج بسبب الاير اللي ترابت انسايد ذا لانج، زين، هذا حتى يدخل هواء لازم يسوي النيجاتيف بريشر ايفورت مالته توصل الى مثلا فور اكزامبل اذا هو 5 سنتيمتر ووتر لازم يوصل ناقص 5، يلا فوقها عود فوق هذا الايفورت يلا يدخل هواء. اذا هذا البيشنت دي يعاني، هذا البيشنت حتى يدخل الهواء انسايد هيز تشست
دي عاني. زين أنا شنو اللي أساعده؟ أنا أجيب له جهاز. شو يسوي هذا الجهاز؟ أوكي؟ أحطه على خشمه وحلقه. هذا الفيس مال البيشنت. هذا الفيس ماسك. أسوي له سيل. وأسلط بريشر from out. انتبه. أسلط بريشر from out. هذا البريشر from out for example أبدي for example 5 سنتيمتر water. أنا عندي positive from out. وكو positive from in. يعني أكو عندي positive pressure in. ومن برا ده أنفخ هواء. 5. هذا البريشر اللي أنا نفخته من برا. يعني برا أكو بريشر 5 وجوا أكو بريشر 5. شقد الفرق بيناتهم صار؟ 0. تمام؟ الفرق صار 0. بهالحالة البيشنت راح أول ما راح يبدي الإفورت راح يس راح يدخل هواء inside the chest لما يسوي نيجاتيف بريشر. أوكي؟ فبيجي حالة أنا قللت الورك أوف بريذنج، قللت العناء مالته مال البيشنت حتى ياخذ بريذنج. إذا أنا ساعدته بالورك أوف بريذنج، ما دا يصرف أكسجين زايد على البريذنج مالته، و ما دا يصرف أي تي بي زايد على البريذنج مالته، أنا ساعدته. إذا الهدف مال السي باب هو to decrease the work of breathing. هاي أول نقطة حكيناها during inspiration. During inspiration. خل نحكي ال function of the non-invasive ventilatory support during expiration. شو يسوي during expiration؟ okay. I'm sorry يعني أتمنى الصورة واضحة. During expiration إذا كان ال patient عنده pulmonary edema whether كانت cardiogenic أو non-cardiogenic. Cardiogenic أو non-cardiogenic pulmonary edema. During expiration بسبب إنه بالpulmonary edema يتخفف surfactant. Surfactant that keep the surface tension of the alveoli. تمام؟ يتخفف. زائدا عندنا بالCOPD بالإنفزيما يصير عندي destruction of the alveoli. المهم ما رطول عليكم يعني مو pulmonary edema whether cardiogenic non-cardiogenic أو بالإنفزيماتوس chest. الحمد لله صلي على محمد جتي كهرباء نكمل. يصير عندي الهواء normally من يدخل evenly لأنه يلقى البرشر هنا نفس البرشر هنا لأنه even أكو متوزع surfactant يمنع الover distension ويمنع الكلابس فيلقى البرشر inside this alveoli بالalveolar sac وهاي الalveoli is the same فيتوزع evenly بالتساوي between the two alveoli sometimes بسبب أنه destruction emphysema مثلا وصاير فد large air space أو بسبب السرفكتنت الديلوشن of the surfactant بسبب pulmonary edema cardiogenic أو non-cardiogenic المهم يصير عندي ال pressure بهاي الروم الكبيرة أو اللي بيها ال over distension أقل من ال pressure هنا خوش حكي فالهواء preferentially يروح لل pressure الأقل فيسوي more over distension وهاي يصير بيها بمرور الوقت collapse فيصير عندي collapse of the alveoli وبالinspiration يعاني البيشنت حتى يفتح هاي إذا انفتحت هاي الالفيولاي تمام؟ آني زين بالexpiration يصير عندي collapse بالالفيولاي لما أنطي positive pressure during the whole respiration وخصوصا during expiration هذا positive pressure will prevent this alveolar collapse فبالتالي راح تبقى السيرفيس اريا مال الاكسشينج ثابته اوكي وراح يبقى الاكسجينيشن ريليتيفلي جود يعني ما راح يسوء تمام فاذا النون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت بالاكسبيريشن لما اني منطي بوزيتيف بريشر راح تحسن لي الاكسجينيشن راح تحسن لي الاكسجينيشن ديو تو ذس ميكانيزم اللي حكيناه خوش حكي نرجع للإنديكيشنز. الميجر إنديكيشنز مال النون-إنفازيف فنتيلاتوري سبورت هي الأكيوت كارديوجينيك بيومر إديما والCOPD للأسباب اللي ذكرناها سابقاً حكينا الميكانيزم زين وضحت ليش بالبيومر إديما والبيومر إديما يستفاد وليش أفو COPD يستفاد نرجع للميكانيزم اللي حكيناه قبل شوية تفهم ليش يستفاد بذني الاثنين نجي على الأسمة والنيمونة الأسمة صراحة جربوا بيها النون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت اوكي اكو سام سورت اوف
benefit, اكو benefit موجودة عند أبو الأسماتيك patient بس مو ذاك ال outcome benefit مثل أبو الأكوت كارديوجينيك pulmonary edema و COPD. أبو الأسما sometimes may benefit بس مو ذاك ال benefit مثل أكوت pulmonary edema, acute cardiogenic pulmonary edema و COPD. أبو النمونيا, أبو النمونيا زين ما شافوا ذاك ال benefit. أبو النمونيا ما شافوا ذاك ال benefit عند ال patient. لا بالعكس ممكن ذا ال patient أنت تحط له CPAP وتأخر الانفيزيف فنتيليشن ممكن يصير عندك نيجاتيف افكت يعني الاوت كام يصير ورس. انت اذا البيشنت انديكيتد تو بي انتوبيتد وانت اخرته سويته حطيته على سي باب بيندينج انه تحط له على انفيزيف فنتيليشن ممكن الاوت كام ما تصير ورس. خوش حكي. اذا عندنا ذني تو ميجر انديكيشنز. بالاخير النقطه رقم 5 راح نحكي الكوفيد 19 اللي هو فيرال نمونيا شلون دخل على الموضوع وشلون صار انديكيشن للسيباب. زين الكونترا انديكيشن حتى بعدين نجي على السيتنج شنو اللي نسوي. اوكي كونترا انديكيشنز شو وقت ما نستخدم السيباب او الباي باب شو وقت نصير كونترا انديكيتد. ذني الاثنين تخيل انت خال sealed face mask على الفيس هذا الفيس وانت حاط عليه face mask sealed بحيث انه ما كوليك يصير لازم هاي بال non-invasive مو ماكو benefit ضرغام اكو بس little benefit يعني ما يستفاد هواي ابو الاسماتيك patient من CPAP مو مثل ابو COPD والacute cardiogenic pulmonary edema. المهم بعدين رح نجي يعني نوضح اكو اذا اكو شيء مو واضح. فيس ماسك تحطه سيلد على الفيس تمام. اذا البيشنت عنده اوفر سكريشنز لاي سبب إن كان هاي وين راح تروح السكريشنز ده تتخيل. فاذا البيشنت عنده اوفر سكريشنز لاي سبب إن كان النون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت ما راح تكون كونترا انديكيتد. خوش حكي. البيشنت عنده ريبيتد فوميتنج وين يروح الفوميتس كونترا انديكيتد. البيشنت عند decreased level of consciousness أو disturbed level of consciousness مثلاً agitated the patient agitated شو راح تسيطر عليه هذا والسيل هذا راح يجي ويشلعها. okay it's very difficult فممكن يكون contraindication إذا ما تسيطر عليه. ال patient اللي عنده يعني comatosed ال coma patient هذا إذا تحط له هذا هو أصلاً comatosed ممكن عنده ال reflex that protect the airway is impaired فممكن يصير عنده aspiration إذا contra indicated. The hypotensive patient, the non-invasive ventilatory support يكون contra indicated لأن ممكن يسوي pressure. هذا the pressure increase intrathoracic pressure يقل لك preload فيزيد the hypotension. فعدل the hypotension يلا تحط له non-invasive ventilatory support. هاي كلها contra indications لل non-invasive ventilatory support ما نقدر نستخدمها بي. طبعا اكو نوعين اكو نوع full face mask الخشم والحلق كله يتغطى بالface mask واكو نوع just nose على النوز يبقى الماوث free زين just على النوز. بكل الاحوال لازم seal كامل اوكي بالحالتين ياهو الاحسن ياهو comfortable patient with ممكن يستخدمه ياهو اللي يحس انه more comfort with ممكن يستخدمه البيشنت. اوكي لان اكو قسم من تحط لهم هذا يصير عندهم يعني يخافون من يعني يحس نفسه مخنوق حتى لو هو الاكسجينيشن ما تدري يتحسن مجرد انه وضع هذا يعني سايكولوجيكلي يحس نفسه مخنوق مو مرتاح. المهم شوف البيشنت وين كومفورتبل وذ واستخدم المور كومفورتبل اذا افيلبل عندك ذا تو. اوكي اذا هاي الكونترا indications. نجي على setting مال الديفايس. setting هاي ستيم equivalent وعدناكم بيها بعدنا ما حكينا عنها. setting زين of the device شلون ننظم الديفايس. هسه ايش حكينا هسه من البداية؟ حكينا ال physiology of breathing بشكل سريع زين حكينا ال ميكانيزم شلون يشتغل النون انفيزيف شنو هو النون انفيزيف وشلون يشتغل. حكينا الانديكيشنز الاربعه الاساسيه بس الاثنين الاساسيه عفوا. حكينا الكونترا انديكيشن. هسه السيتنج مال الديفايس عندنا السي باب زين
CPAP هو continuous positive airway pressure وجوا نكتب هنا BLPAP bilevel positive airway pressure أو ما يشاع استخدامه مستخدم أكثر كلمة BIPAP مصطلح BIPAP. المهم CPAP one pressure setting one pressure setting يعني انت ما راح تسوي اكثر من 2 pressure. طبعا بالمناسبة both of them حسب ما موجود بالكتب مالتنا both of them بالتكست يقول انت الشيء الوحيد اللي تسوي له setting هو pressure pressure support. الشيء الوحيد اللي تنظمه هو pressure support. هنا انا 1 pressure هنا انا 2 pressure IPAP و EPAP و EPAP هنا انا just 1 pressure. فنبدي ب 5 سنتيمتر water نبدي ب 5 سنتيمتر water ونبدي نزيد 1 to 2 سنتيمتر water الى ان البيشنت شنو التايتريشن مالتك يعني شو انت تايتريت ذس اليفيشن يعني تصعده او تبقيه مثل ما هو depending on what depending on clinical improvement زين شلون الكلينيكال امبروفمنت شلون اعرف انه البيشنت كلينيكلي امبروفد الفايتلز مال البيشنت واهم شيء الاكسجينيشن مال البيشنت والكمفورت تشوف البيشنت صار كمفورتبل دي يتحسن الورك مال بريذنج مالته دي يقل الديستريس مالته دي يقل يقول لك انا ارتاحيت اكثر زين الاكسجينيشن مالته امبروفد الفايتلز مالته يعني هاي الامور كلها تدل على ان البيشنت از امبروفينج فالتايتريشن اوف انكريز از زين ديبندنت اون ذيس باراميترز اللي هي الكلينيكال امبروفمنت والفايتلز اوف ذا بيشنت وضحت نفس الشيء بالبي ال باب بس هنا راح يصير عندك تو كومبوننت زين هنا انا اخليكم نجمه لان ارجع احكي لكم فشي شفته انا بالواقع غير ما موجود بالتكست اللي مكتوب عندنا بالتكست اللي موجود يقول لك انه انت بس جست تسوي ال السيتنج شلون هذا بس للبريشر سبورت الاي باب تبدي ب 10 سنتيمتر ووتر الاي باب 5 سنتيمتر ووتر وتصعدهم اثنيناتهم 1 تو 2 سنتيمتر ووتر احرص على انه التوتال يعني حسب ما مكتوب عندنا ويعني وشفت اني يعني اكو بيها شويه مطاطيه شويه اكثر ممكن احرص على انه التوتال زين ما يكون اكثر من 20 سنتيمتر ووتر لين راح يسوي discomfort ويسوي abdominal distension للpatient يعني يسوي له gastric distension فاحرص على انه ما يزيد ال total عن ال 20 sometimes اكو اجهزة ما يسوي total يعني يفصل ال EPAP عن ال IPAP ما يصير total فيصير انه احرص على انه ال IPAP واحدة ما يزيد عن ال 20 اوكي whatever بكل الاحوال حسب الجهاز خلي رقم 20 ببالك رقم 20 حاول لا تزيد عنه لانه يسوي عند abdominal distension gastric distension زين والgastric distension بيها مشاكل ممكن يسوي aspiration in the patient ممكن يسوي له abdominal compartment syndrome زين عند the patient يعني ايش قد ننتظر حتى clinical improvement قبل ما نزيده it is a matter of clinical judgment يعني ممكن minutes زين minutes 2 minutes 3 minutes 5 minutes according لي ال شقد critical patient ماتتش و شقد دي يصير improvement okay عند the patient فit is يعني variable it is a matter of clinical judgment بس كلها مسألة minutes okay اللي شفته أنا بالجهاز يعني بالواقع ال BIPAP إحنا عندنا CPAP ومستخدمين هواية بالemergency بس بسبب الكوفيد 19 جبنا أجهزة BIPAP بالإمرجنسي جديدة جهاز الباي باب اللي شفته بالإمرجنسي صراحة مكتوب بي سيتنج مال ال الريسبيراتوري ريت مكتوب السيتنج مال الانسبيراتوري تايم الاي اي ريشيو يعني شغلات تخص الميكانيكال فنتيليشن ما موجودة سمبلي بالنون انفيزيف مفروض ميكانيكال فنتيليشن صراحة يعني ما كلش فهمت الموضوع ليش هاي موجودة اصلا بالسيتنج لان المفروض انت بس تسوي سيتنج للبريشر والبيشنت از سبونتينيوسلي بريذنج اول ما يصير نيجاتيف بريشر مال انسبيريشن يشفط هواء يبدي هو الجهاز يسوي له سبورت ويوصل لهذا البريشر ومن يخلص الانسبيريشن الجهاز يبدي يحس سنس ذات فيبدي الاكسبيريشن وينزل البريشر الى يوصل ل 5 سنتيمتر ووتر as simple as that زين بس
اللي شفته بالاجهزه الباي باب اللي موجوده انه اكو ريسبيرتوري ريت وكل انسبيرتوري تايم وكل انسبيرتوري يعني الانسبيرتوري فلو ريت وكل الاي اي ريشيو. هاي كلها شغلات تخص الميكانيكال انفيزيف ميكانيكال فنتيليشن. عاده ما نستخدمها بالنون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت او البريشر سبورت فنتيليشن. اوكي يعني لازم يعني اسال ذوي الاختصاص زين واشوف هذا الجهاز ليش بي هاي السيتنج اصلا. هو المفروض جاست سيتنج مال بريشر مو اكثر. السي باب اللي احنا متعودين عليه جاست نسوي سيتنج مال بريشر ذاتس ات. تحط البريشر وتحط الفيس ماسك على البيشنت وتسوي له سيل وتراقب البيشنت تشوف اكو امبروفمنت زين. كل ما يعني تريد ماكو امبروفمنت تزيد 1 تو 2 سنتيمتر ووتر. ايضا لا تزيد عن 20 سنتيمتر ووتر يعني الماكسيمم وصل 20. اكثر من 20 يعني هو مو قران بس خلي ببالك هذا الرقم لان ممكن يختلف من كتاب الى كتاب شويه بفلكسبيليتي ممكن. لكن 20 سنتيمتر ووتر فوقه يصير عند البيشنت جاستريك ديستنشن ومشاكل. اوكي فاحرص على انه ما يزيد عن هذا الرقم قدر الامكان. اوكي سمري سريع للموضوع ككل حتى بعدين اجي على الكوفيد 19 والنون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت. نرجع للخارطه اللي حكيناها بالبدايه حتى نسوي سمري سريع. وهاي الخارطة راحت مني. اوكي يات هاي 5 سيتنج و6 كوفيد ماس. هاي الخارطة مالتنا اللي بلشنا بيه. حكينا الفيزيولوجي اوف ريسبيريشن شلون النيجاتيف بريشر سبونتينيوس ريسبيريشن. وات از نون انفيزيف حكينا قلنا فيس ماسك هو عبارة وماكو الفرق. انفيزيف يعني تيوب اندوتراكيال تيوب. النون انفيزيف جاست فيس ماسك. Indications قلنا acute cardiogenic pulmonary edema COPD are major indication. استخدموها بالأسمة والنيمونيا. الأسمة أكو يعني استخدامها قليل بس أكو سم يعني outcome benefit بس مو ذاك ال improvement اللي نتوقعه. والنيمونيا موضوع يعني شائك وبمشاكل. البيشنت اللي تحط له CPAP ممكن وتأخر عن التيوب ويحتاج بعدين تيوب ممكن worst outcome يكون عنده. زي كونترا انديكيشن حكينا قلنا كوماتوس بيشنت. قلنا البيشنت اللي عنده هايبوتنشن بيشنت عنده اوفر سكريشنز او فوميتنج زين. السيتنج مال الديفايس قلنا السي باب بريشر واحد نبدي بخمسة ونصعد 1 تو 2 ويا الكلينيكال امبروفمنت الى نوصل الى 20 لا تزيد عن 20. الاي باب الباي باب سوري او البي ال باب بي تو بريشر سيتنج انسبيراتوري واكسبيراتوري. الانسبيراتوري 10 ابلش والاكسبيراتوري 5 وصعد 1 تو 2 مجموعهم لا يزيد عن 20 قدر الامكان. اوكي نجي على الكوفيد 19 اند نون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت. احنا قلنا النمونيا صراحه ما كانت من الانديكيشن مال السي باب. ما كانت ديوريشن اون ذا بيشنت الى ان يصير عنده كلينيكال امبروفمنت وتحس انه الكوز مال البروبلم از ريزولفد. تبدي شوي شوي تسوي له ويننج. اوكي شلون تسوي له ويننج؟ تقلل البريشر سبورت الى ان شوي شوي تبدي تقطع البريشر سبورت عنه وتخليه جاست على اكسجين. واذا ما يحتاج اكسجين اصلا شوي شوي تسوي له ويننج من الاكسجين اتسلف. واضح؟ كوفيد 19 اند نون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت. صراحه ما كان النمونيا من الانديكيشن سابقا. احنا هسه يعني ما يعني قبل ما يجي البانديميك مال كوفيد 19 ما كنا نستخدم النون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت بالنمونيك يجي بيشنت نمونيا وذر فايرال بكتيريال. يعني ما له انديكيشن صراحه. لكن اجى الكوفيد 19 تغيرت هالامور. اوكي الكوفيد 19 بيشنتس ده يصير عنده ما يعرف بالسايلنت هايبوكسيا اذا لاحظتوا زين. وعنده يصير البيشنت الساتوريشن مالته ينزل بالايتيز. اوكي بالبدايه ويكون البيشنت عاده ما عنده فد ذاك الريسبيرتوري ديستريس. هاي المرحله كل شيء استفاد من النون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت ولهذا استخدم شافوا بي اوتكم بنفيت فقام يستخدم ويا الاكسجين زين ويا الهاي اف اي او 2 نون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت. شنو اللي دا يصير وليش هذا البيشنت دون عن باقي النمونيا دا يستفاد من النون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت؟ اي دونت نو اكشوالي. بس يعني اذا عرفنا انه الكوفيد 19 ممكن
يسوي لي ما يعرف بالنون كارديوجينيك بيرمونري ايديما نتيجه الانفلاميشن اللي موجود، فهذا ممكن يفسر الاستجابه. although بال قبل البانديميك مال كوفيد 19 كنا البيشنت من نشوفه 80، البيشنت من تشوف الساتوريشن مالته 80، ما اريد ادوخكم مطول بالسالفه يعني، لان هذا انا ريد ان فيديو خاص احكي على كوفيد 19 والنون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت، بس مجرد اذا انطي فكره زين حتى بعدين نناقشها. البيشنت اللي يوصل الساتوريشن مالته 80 وما دا يستفاد من السمبل اوكسجين زين بال 80 يعني، وما يستفاد من الفيس ماسك او الاوكسجين نون انفيزيفلي قبل ما نحط له سي باب زين، وما يستفاد من الميديكال ثيرابي اللي نعطيه اياه زين، هذا البيشنت اندكيتد فور تيوب ميكانيكال فنتيليشن. هذا اقول هذا البيشنت از ان ريسبيرتوري فيلير. ريسبيرتوري فيلير يعني البيشنت ايذر هايبوكسيميك تايب 1 او البيشنت هايبركابنيك تايب 2 ريسبيرتوري فيلير. فالبيشنت اللي يبقى هايبوكسيميك هذا سابقا قبل البانديميك مال كوفيد 19 زين، من اجى كوفيد 19، كوفيد 19 له خصوصيه شويه صارت يعني تختلف عن البقيه. هذا البيشنت ابو الهايبوكسيميا زين اللي اشوف الساتوريشن مالته 80، هذا البيشنت يعني وما دا يستفاد من السمبل فيس ماسك، اصلا ما استخدم للنون انفيزيف، بداي سمبل فيس ماسك او النون ريبريذر ماسك يعني الهاي اف اي او 2 والميديكال ثيرابي للكونديشن اللي سوت عنده هايبوكسيا، هذا البيشنت مباشره راح احط له يعني احط له انفيزيف، احط له تيوب ميكانيكال فنتيليشن، هذا البيشنت اعتبره ريسبيرتوري فيلير ما دا يستجيب. ووحده من الكونترا اندكيشن مال نون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت هي انه البيشنت يحتاج انفيزيف فنتيلاتوري سبورت، يعني يحتاج تيوب. البيشنت اللي يحتاج اندوتراكيال تيوب از كونترا اندكيتد انه تضيع وقتك وتحط له نون انفيزيف، الا اللهم اذا تستخدم النون انفيزيف مانجمنت از ا بريدج يعني تستخدمه كبري اوكسجينيشن على مود تحط التيوب، لانه البيشنت لازم تحط له اكسجين قبل ما تحط له اندوتراكيال تيوب. فاذا تستخدمه كبريدجز اوكي، بس لا تستخدمه كسول مانجمنت وتعطل الانفيزيف ميكانيكال فنتيليشن. زين ليش الكوفيد 19 صار باستخدام النون انفيزيف مانجمنت بيجي وضعيه اللي المفروض انه توصل انفيزيف؟ اولا الكلينيكال اوبزرفيشنز يعني كلينيكلي البيشنت از امبروفينج، يعني تحط على النون انفيزيف والساتوريشن مالته قاعد يصعد. This is one. Second، هاي النقطة اريد اناقشها ويا يعني اللي يعني اختصاص الفيزيولوجي شوي يوضح لي تفاصيل يعني، لان انا احكيها مثل ما انا افكر بها. البيشنت اللي نعتمد احنا نون انفيزيفلي على انه نشخص انه البيشنت هايبوكسيميا او هايبوكسيك او هايبوكسيميك على ال SpO2، على ال SpO2 اوكي اللي هو الساتوريشن تمام. اعتمد انه اشخص البيشنت هايبوكسيميك على ال SpO2، بينما حقيقه هي ال هايبوكسيميا كت الديفينيشن هي تعتمد على ال PaO2 rather than ال SpO2. تعريفها انه لما ال PaO2 ينزل عن ال 60 مليمتر مركوري ات روم اير، بالروم اير لما ال PaO2 ينزل عن ال 60 مليمتر مركوري يعني لما ال FiO2 21% اللي هو الروم اير نقول عليه هايبوكسيميك. احنا عاده يعني ال PaO2 لازم تاخذ سامبل مال الارتيريال بلاد وتقيسه بال ABG اوكي زين، ارتيريال بلاد غاز انالايزرز وتطلع ايش قد ال SpO2 ننفيزو سهل ايميديتلي ينطيك. فاحنا اكو علاقه بين الساتوريشن وبين الـ PaO2، فنقدر من خلال الساتوريشن نقيم ايش قد الـ PaO2. هنا انا I want to question الـ patients ابو الـ COVID-19، ابو الـ COVID-19 الـ question ماتي قيس الساتوريشن ماتي SpO2 at the same time من تقيس الساتوريشن اسحب sample، راح يعني احاول اسوي على كم patient وقارن، اسحب سامبل مال ارتيريال بلاد وشوف ال PaO2 ايش قد زين، وانطيني ايش قد ال FiO2 مال البيشنت، ايش قد حاطين له اكسجين، ايش قد نسبه الاكسجين، وبعدين راح يعني اعلمكم شلون تقيسون نسبه الاكسجين، تقدروها ال FiO2 fraction of inspired oxygen من خلال الديفايس اللي دي تستخدمه. اشوف ال SpO2 ايش قد، اشوف السامبل مال ارتيريال اكسجين ال PaO2 ايش قد، واشوف ال FiO2. عادة الـ PaO2 حتى يكون normal
الاف اي او 2 تضربه في 5 يطلع عندك البي اي او 2 نورمال. ارد اشوف ساتوريشن من ينزل زين، هل البي اي او 2 ماتي نازل او البي اي او 2 ماتي بالبدايه اكسبتد؟ انا مود اعرف انه هل السايلنت هايبوكسيا بيكوز اوف انه من البدايه لما يصير عندي ساتوريشن ينزل البي اي او 2 ازت بالبدايه نورمال، اللي هو يحدد لي انه ايش قد يدخل للسيلز والبيشنت يصير هايبوكسيميك اور نوت rather than the attached oxygen to hemoglobin. لهذا اني راح اكلف اللي موجودين بالطوارئ ويداومون ويا patient covid positive، واني هم راح احاول اسحبها يعني ان شاء الله باقرب وقت، واقارن ال SpO2 واسحب sample of blood واشوف ال PaO2 بنفس الوقت، اشوف ال SpO2 من اسحب sample تطلع ال PaO2 اشوف ايش قد ال FiO2 ايش قد منطيه اياه، واقارن هل انه saturation ماتي اوكي saturation ماتي accepted or not. اوكي لحد الان كملنا. thank you very much. تصبحون على خير. ارجع اسوي لكم ان شاء الله يعني منشور على السؤال ونتناقش به.